بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج. مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم فضيلة الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. نتلقى اتصالاتكم على الهاتف رقم 011-442-8313. حياكم الله. في قول الله عز وجل فضيلة الشيخ صالح: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أحسن الله إليكم، مدى ارتباط هذه الآية وتحقيق العقيدة الإسلامية من خلال ذلك حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية من جملة الآيات التي ذكر الله فيها الوصايا العشر مذكورة في سورة الأنعام، في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا صراط الله، الصراط المستقيم الذي عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، الذي يوصل إلى الجنة، فطرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه الآخر بيد عبده المؤمن. من سار عليه وصل إلى ربه ووصل إلى جنته، ومن حاد عنه إلى السبل الأخرى فإنه يؤول إلى النار. وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح، فقد خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط إلى جنباته خطوطا أخر كثيرة، وقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للسبل التي عن يمينه وشماله: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذا الصراط المستقيم هو الذي نسأل الله أن يهدينا إليه في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وصراط المغضوب عليهم وهم الذين يعملون على غير علم، وهم النصارى ومن تشبه بهم من كل من يعمل بدون علم. والمغضوب عليهم والمغضوب عليهم اليهود الذين عندهم علم ولا يعملون به، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، وكذلك غير اليهود والنصارى. فكل من تشبه بإحدى الفرقتين فإنه يكون منهم. فالذين يعملون الذين عندهم علم ولا يعملون به فيهم شبه من النصارى من اليهود، والذين ليس عندهم علم وإنما عندهم عمل بدون علم هؤلاء هم النصارى ومن تشبه بهم ممن يعبدون الله على جهل وضلال. ونحن في كل ركعة من صلاتنا نسأل الله أن يجنبنا طريقة المغضوب عليهم
وطريقة الضالين، وأن يهدينا طريقة المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم حفظكم الله يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. كيف نحقق الآية والحديث برد أي بدعة أو ضلالة في ديننا الإسلامي؟ نعم، الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا نزلت على هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الكامل، ومن حاد عنه فإنه إما أنه مغضوب عليه وإما أنه ضال، نسأل الله العافية. فهذا هو الدين الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله، الحق واضح، وما دام الكتاب والسنة بين أيدينا فنحن على هدى وبصيرة، ولكن نسأل الله أن يوفقنا للعمل بالكتاب والسنة والثبات على ذلك. والبدع هي كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، وهو مردود على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحمد لله، الطريق واضح والصراط مستقيم، وعليه خيرة عباد الله، ومن ضل عنه وحاد عنه فهو الذي جنى على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات. في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بارك الله فيكم، كيف يكون تحقيق العبادة من خلال هذه الآية ومن خلال أيضا تحقيق الشهادتين حفظكم الله؟ نعم، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين الحكمة، بين سبحانه الحكمة من خلقه الجن والإنس، وهي أن يقوموا بعبادة الله عز وجل، وأجر ذلك ونفعه راجع إليهم، فهو أمرهم بما يعود نفعه إليهم. وأما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن جميع العالمين، وإنما نفع العبادة راجع إلى نفس العابدين ونفس العباد، ومن حاد عن ذلك فإنما يضر نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بارك الله فيكم. ونستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من الأخ عواد من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حياك الله. حياكم الله بالخير. جزاك الله خير. صيغة الاستغفار، الله سبحانه وتعالى يقول: استغفروا ربكم انه كان غفارا. صيغة الاستغفار اذا تكرر. نعم، صيغة الاستغفار ان يقول: استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي وتوب علي. نعم، جزاك الله خير. سؤال اخر. شكرا، جزاك الله خير.
نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة معالي الشيخ حفظكم الله، أهل العقيدة دائما وأبدا يستبشرون بالأزمنة الفاضلة ويأخذون منها العظة والحكمة والعبرة، كيف يكون ذلك ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر الله المحرم وكذلك على مقربة من يوم عاشور، كيف نستثمر ذلك؟ نعم، هذه مواسم عظيمة تمر بنا، فيجب علينا أن نغتنمها لأنفسنا وأن نعمل ما شرعه الله فيها، ومن ذلك يوم عاشوراء، فإنه يشرع صيامه، يستحب صيامه، وهو يكفر السنة الماضية، وفيه فضل عظيم، ولكن لا يفرد بالصيام، وإنما يصام يوم قبله أو يوم بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا اليوم هو اليوم الذي أعز الله فيه موسى ونصره على قومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، ونحن نصومه شكرا لله على نصر الحق، لأن نصر الحق في أي وقت هو من صالح المسلمين في كل زمان ومكان. قد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وأمر بصيام يوم قبله مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فنحن نخالفهم فنصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا هو المشروع والمستحب. نعم بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. ما هو الإيمان كما يراه أهل السنة والجماعة، وما هو الارتباط في ذلك في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف الإيمان، وهذا هو الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، هو التصديق بالقلب وليس منه العمل عندهم. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. لكن يقول هذا قائل أو بعضهم يقول إن الإيمان في القلب عندما تناقشه في بعض، ولكن يقول الإيمان في القلب، ما فحوى ذلك؟ ما يكفي الإيمان في القلب، لا بد أن يكون معه العمل في الجوارح، الإيمان بالقلب والإيمان على الجوارح والإيمان بالقول والعمل والاعتقاد، فليس هو مجرد ما في القلب، وإذا كان في القلب إيمان فإنه يظهر على الجوارح وعلى العمل. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة مقيم في المملكة يقول عندنا في بلادنا تعود الجميع أن يذهبوا إلى القبور ويتمسحوا بها وأن يطلبوا العون والمساعدة منها، هل هذا فيه شك في العقيدة؟ هذا شرك، مو شك فقط، هذا شرك بالله، لأنه صرف للعبادة لغير الله، فالذي يذهب إلى القبور يطلب منها الشفاعة أو يطلب منها قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات هذا مشرك، الشرك الأكبر، لأنه طلب الحوائج من غير الله، والأموات لا يملكون شيئا، إذا مات الإنسان انقطع عمله، فهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، كيف يملكونه لغيرهم؟ فالموتى بحاجة إلى الحي أن يستغفر لهم، أن يتصدق عنهم، أن يعمل لهم البر، الأموات بحاجة إلى الحي، فكيف يكون الحي بحاجة إلى الأموات؟ هذا بالعكس. نعم نعم، أبو معاذ بعث بهذا السؤال يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا التقوى ها هنا، يقول بارك الله فيكم ما المقصود بالتقوى قولا وعملا؟ التقوى هي فعل ما أمر الله به رجاء لثوابه وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابه، هذه هي التقوى، سميت تقوى
من الوقاية، لأنه يقي نفسه من النار بالعمل الصالح. نعم نعم، بارك الله فيكم. كيف أيضا يعيش المرء مع إخوانه المسلمين في حياة هانئة دون أي مشاكل ودون ظلم أو خذلان أو حقران؟ نعم، يعيش المسلم مع إخوانه المسلمين بما يقتضيه الإسلام وما يقتضيه الدين من الأخوة الإيمانية والتعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بينهم، هذا هو الذي ينبغي في عيش المسلم مع إخوانه المسلمين، لا يصدر منه أذى في حقهم ولا يبخس شيئا من حقهم، وإنما وكذلك المحبة بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر من الأخ نواف من الرياض. نعم حياك سم. شيخ، أنا كنت مسافر وما صليت إلا الظهر والعصر والعشاء، وبعد العشاء جيت البيت، هل أصليها ذي كفر وجمع ولا أصليها كل واحد الحال؟ يا أخي أخطأت خطأ عظيما، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، الواجب أن تصلي كل صلاة في وقتها، وإذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر فإنك تقصر الصلاة. مسافة طويلة أكثر من 1000 كيلو. اصبر يا أخي، وأما إذا قضيتها بعد الوصول يا أخي في تردد في الصوت. سم انتبه يا المخرج، معجب في تردد في الصوت عند الشيخ. سم تفضل. أقول إذا قضيت صلاة السفر بعد وصولك إلى بلد فإنك تتمها ولا تقصرها. نعم طيب، شكرا للأخ نواف. في قوله تعالى فضيلة الشيخ صالح: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، هذه الآية بارك الله فيكم، ما المقصود بها وما هي الكلمة التي دعا إليها الله عز وجل وكانت كلمة سواء؟ ألا نعبد إلا الله، هذه هي الكلمة. نعم. التي دعا إليها الله في هذه الآية، أمر رسوله أن يدعو إليها: تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة عدل، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن الإنسان قد يعبد الله ولكن يدعو غير الله مع الله فهو يشرك مع الله فيحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمهم أن الإنسان يخلص دينه وعبادته لله ولا يشرك بالله شيئا. وقوله شيئا يعم كل شيء من جن أو إنس أو قبر أو بناء أو شجرة أو حجر أو غير ذلك، لا يدعو مع الله أي شيء، وإنما يخلص الدعاء والعبادة لله عز وجل. نعم نعم، معنا اتصال مفلح من الخرج، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ. عندي الوالدة 3 أسئلة. عطنا 3 جميعة جل نسمعها حتى ما يصير عندنا صدى، تفضل. السؤال الأول. أبشر. السؤال الأول: إذا كانت المرأة حائض ودخلت التوسعة هل عليها شيء؟ طيب والثاني؟ السؤال الثاني: الوالدة قبل 40 سنة حملت حزمة من العلف أجلكم الله وكانت حامل فأثر على الجنين فذهبت للمستشفى فأسقطت، هل عليها شيء؟ والثالث؟ السؤال الثالث: الوالدة أنجبت طفلة كان عمرها 3 أشهر وكانت مريضة، ويوم من الأيام صحت من النوم فوجدت ابنها الثاني يحبي عند أقدام الوالدة والطفلة في الميزب عند رأسها، الميزب اللي هو السرير الصغير في الوقت القديم، فوجدت الطفلة بحالة شهيق
وبعدها ذهبت للمستشفى وتوفت الطفلة، ولا تعلم الطفلة ولا تعلم الوفاة من الطفل الذي يحبي أو لا، هل عليها شيء؟ جزاكم الله خير. شكرا بارك الله فيك. الحائض هل تدخل التوسعة في الحرمين؟ توسعة المحاطة، المحاطة لا تدخلها لأنها من المسجد، وأما التوسعة غير المحاطة بسورة أو بجدار فلها أن تجلس فيها. نعم. الوالدة يقول قبل 40 سنة حملت علف أو حزمة علف وتأثر الجنين وسقط، هل تأثم بذلك؟ نعم تأثم بذلك، وعليها الكفارة صيام شهرين متتابعين إذا كان الجنين نفخت فيه الروح بأن بلغ 4 أشهر فأكثر، عليها كفارة صيام شهرين متتابعين لأنها حملت حملا ثقيلا أسقط الجنين، تعلم أنها حامل فلماذا تحمل حملا ثقيلا؟ نعم. يقول أيضا الوالدة كان عندها طفل أو طفلة عمرها 3 أشهر وهي مريضة، وعندها أيضا بعض وأحد الأبناء وهو يزحف فيمكن دفع عليها السرير أو شيء، وتوفيت الصغيرة وهي لا تعلم هل هي السبب أم من الطفل؟ لا ليس عليها شيء ما دام ما تحققت أنها متسببة في قتل الطفل ليس عليها شيء، وكذلك الصغير الذي دون التمييز لا ليس عليه شيء. نعم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذه سائلة تقول امرأة اعتمرت ولم تكمل السعي ورجعت إلى بلدها وأرادت أن تحج هذه السنة، فذهبت إلى مكة المكرمة وأكملت السعي وقصرت من شعرها وبقيت في مكة حتى الحج، فهل لها أن تحج؟ فهل حج وحجت متمتعة، فهل يجوز ذلك؟ نعم باق عليها السعي الماضي وقد ذهبت، لكن هل حصل عليها جماع في هذه المدة؟ فيكون قد أفسد نسكها. أما إذا لم يحصل عليها جماع وسعت فإنها أكملت عمرتها فتحرم بعد ذلك بالحج السنة التي هي فيها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو معاذ من الخرج يقول يضع بعض المحسنين تمرا في المساجد، فهل يجوز للشخص أن يأخذ منه ليطعم أهله ونفسه؟ لا، ما دام أنه مخصص لمن يدخل المسجد أو يجلس في المسجد فلا يجوز أن يأخذ منه شيئا لبيته، لأنه مخصص لأهل المسجد ولمن يدخله. نعم. نعم. هذه أيضا بعض الأسئلة من محمد من الدوادمي يقول امرأة توفيت ووجد أبناؤها عندها مبلغا من المال لا يعلمون هل كانت تؤدي زكاته أم لا، فهل يلزمهم أن يخرجوا الزكاة عنها؟ ما داموا لم يعلموا أنها لم تزكي فليس عليهم أن يخرجوا الزكاة عنها، أما إذا علموا أنها لم تزكي أو غلب على ظنهم فإنهم يزكونه عن السنوات التي لم تزكيها، ولأن هذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول في الحج الماضي أو عيد الأضحى الماضي اشترك 21 شخصا في 3 ضحايا من الإبل، فهل يشترط تعيين الأشخاص على كل ناقة تذبح؟ لا، العمدة على النية، ما دام نووها تكفي النية في هذا. نعم. شخص وصل إلى الرياض مسافرا فهل يجوز له أن يصلي مع الناس الظهر ثم يجمع إليها العصر مدة إقامته في الرياض؟ لا، المقيم يجمع إلا إذا صلى مع المقيمين الذين يتمون الصلاة فإنه يتم الصلاة معهم، أما إذا صلى وحده أو مع مسافرين مثله فإنهم يقصرون، وأما الجمع فلا يجمعون لأنهم مقيمون أثناء السفر. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلتكم أيها الإخوة، حيث يتصل بنا الأخ علي من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أسأل الشيخ عن الحرب. عن إيش؟
على القرض، قرض التمويل، التمويل الصحي في بنات. القرض؟ التمويل الصحي. تمويل صحي. شخصي شخصي. ها؟ تمويل شخصي، القرض الشخصي، نعم تمويل شخصي، نعم. إيه. أنا أخذت من أحد البنوك عرض. ثم نفس البنك يوكل شركة معينة ببيع. ثم يقول لي قرض، يعني حكم قرض هذا. نعم، اقترض يا شيخ من البنك قرض فيسأل عن هذا القرض وهو تمويل شخصي، ما حكم هذا العمل؟ البنك لا يقرض إلا بربا. اي نعم، فلا يقترض من البنك. اي نعم نعم. شكرا يا علي. في سؤال آخر؟ طيب نعود إلى الأسئلة. هذا يسأل يقول: بنت الربيبة وبنت الربيب، هل يكشفن لزوج الجدة التي هي أم الربيبة وأم الربيب؟ نعم نعم، لأن جدتهم زوجة لهذا الرجل. نعم صحيح. شخص يريد العمرة فأحرم من الميقات واشترط ثم حصل له عذر وتحلل ثم زال هذا العذر وأراد العمرة مرة أخرى، فهل يحرم من مكانه أو يرجع إلى الميقات الذي مر به؟ هو محرم يا أخي، هو محرم، ولكنه يعني خلع ثيابه لعارض عرض له. نعم أليس كذلك؟ صحيح صحيح، خلع ثيابه لعارض عرضه فيعيد عليه ثيابه لأنه ما زال محرما، ولا حاجة أن يحرم مرة ثانية ويذهب إلى الميقات. هو محرم ويستمر في إحرامه حتى يؤدي المناسك. نعم نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر، محمد آدم، يقول: شخص من الرياض ذهب إلى سكن له يملكه في مكة أيام الحج وقال: إن تيسرت لي الأمور فأنا سأحج، فهل يلزمه الإحرام من ميقات السيل الكبير؟ لا، لأنه متردد ما يدري يحصل له الحج أو ما يدري، يقول: إذا سنح لي فرصة أبحج، فحصلت الفرصة فيحرم من المكان الذي نوى منه، يحرم من المكان الذي نوى منه ولو من داخل مكة في الحج. نعم نعم، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يسأل الأخ محمد يقول: ما ارتباط التوحيد والإخلاص في هذه الآية؟ نعم، البيت أسس على التوحيد، الكعبة المشرفة بناها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، بنوها على التوحيد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهم بنوه على التوحيد: انطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا البيت الحرام مبني على التوحيد، فلا يجوز أن يدعى غير الله عنده، ولا يجوز أن يقصد لغير عبادة الله سبحانه وتعالى طواف والسعي والحج والعمرة والصلاة عنده، فهو بيت الله ومحل التوحيد وبيت التوحيد. نعم نعم، نعود إلى الأسئلة. أبو سالم من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظك، أسلمك الشيخ إن شاء الله. سمي كلم، يسمعك الشيخ عبد الصالح، تفضل. يا شيخ الله يحفظك، أنا بسألك سؤال. الآن يجوز للوالد أن يوصي للبنت والزوجة من خارج الورث، يوصلها وصية خاصة مثلا؟ السؤال الثاني، يجوز للبنت، أعد أبو سالم، يجوز للبنت، يجوز للأب، للأب نعم، أن يوصي لزوجته وبنته وصية خارج الورث، مثلا يقول: هذا القطاع الأرض زوجتي وبنتي. طيب ما هي وهم ورثة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية الوارث. طيب والثاني؟ السؤال الثاني، أنا مريض عندي عمل في الحب الشوكي، ما تشوف شر، بعض الأحيان أصلي في البيت رغم المسجد ما يحتاج إلا في كلمة، لكن تجري بعض الأحيان، هل علي أثم؟ طيب ثالث، أثناء الصلاة إذا خرج من الرجل هواء، الله يكرمك يكرم الشيخ الثاني،
هل يحق يواصل الصلاة أو أنه يقطع الصلاة ويوضي؟ طيب جزاك الله خير، تسمع الإجابة. الله ينصر جنودكم اللي في الجنوب. الله اللهم أمين. الشيخ إنه يدعيهم ويدعيني بالشباب بالله. الجنود ان شاء الله. ابشر ان شاء الله، جزاك الله خير وبارك الله فيكم. الله ينصرهم ان شاء الله. اللهم امين، جزاك الله خير. نعم. ادعي لهم والله بكل فرح. امين يا رب، امين، جزاك الله خير. نعم، فضيلة الشيخ صالح، هل يجوز للاب ان يصرف خارج ان يوصي خارج الورث للبنت او للزوجة مالا او شيئا من ذلك؟ هو اجاب عن ذلك بذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله لا وصية لوارث. الوارث لا يجوز أن يوصي له، يكفيه ميراثه. نعم. سأل عن أنه يعني مصاب بمرض الحبل الشوكي أو كذا، فيقول أنا أصلي في البيت أحيانا، ما صحة ذلك؟ إذا كان ما يستطيع الذهاب إلى المسجد يصلي في البيت، والحمد لله المريض معذور إذا كان ما يستطيع الذهاب إلى المسجد. نعم. إذا خرج ريح منه وهو في الصلاة، هل يقطع الصلاة أم يواصل؟ نعم، تبطل الصلاة لأنه انتقض وضوءه فتبطل صلاته. نعم. هذا سائل آخر، أحد الأخوة يقول إذا استغرقت العملية وقتي الظهر والعصر والطبيب المباشر لا يستطيع أن يترك المريض، فهل يجوز أن يؤخر صلاتي الظهر والعصر إلى الليل؟ نعم، يؤخرها إلى أن تنتهي العملية ويستطيع الصلاة فيصلي الصلاتين، يصلي الصلاتين، الصلاة الأولى والصلاة الثانية بعدما ينتهي من العملية إذا استطاع. نعم. نعم، هذه إحدى الأخوات أم أحمد تسأل تقول صلت امرأة في آخر الصف لوحدها حيث لا يوجد في المصلى غيرها، ثم دخل مجموعة من النساء فصففنا أمامها، فهل يلزمها قطع صلاتها والدخول معها حتى لا تكون منفردة خلف الصف؟ المرأة لا بأس أن تصلي منفردة خلف الصف، لحديث صليت مع الرسول أنا وغلام معي وأم سليم خلفنا، أم سليم خلفنا، يجوز للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها، هذا خاص بالمرأة. نعم. نعم، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ طلال من حفر الباطن، حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أنا عندي سؤالين، عندي الوالدة تصلي الضحى 4 ركعات مرة 8 ركعات، وإذا أذن الظهر صلت 4 ركعات بعدين صلت الفرض. طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني إنها تستغفر وتسبح بس ما تعد بصبح بس بلسانها. طيب، شكرا لك، تفضل يا شيخ. يعطيك الحالة. يقول أن الوالدة تصلي حفظكم الله 4 ركعات أو 8 قبل أذان الظهر، وبعد أن يؤذن تصلي أيضا 4 ركعات، ما صحة ذلك؟ لا، هو يصلي أول، يذكر أولا يسأل عن صلاة الضحى. صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس تنتهي صلاة الضحى، وعددها أقلها 2 ركعة وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. هذا سؤاله الأول. سؤاله الثاني عن أن الوالدة تصلي يقول 4 ركعات، والدته 4 أو 8، وإذا أذن الظهر صلت 4. اي نعم، نافلة او راتبة الظهر اكثرها 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، هذا الاكثر، وان صلى 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها فهذا كافي. نعم. يقول ان والدته تسبح بلسانها فقط ولا تضبط ذلك بالعدد في اصابعها او بغيرها. ما هو بلازم ضبط العدد، تسبح وتذكر الله ولو لازم ضبط العدد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أحمد من الرياض يقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، ويقول أيضا كان يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول بارك الله فيكم، نشاهد أن هناك بعض الناس يتهاونون في الصلاة وخاصة صلاة الجماعة، فما توجيهكم في ذلك؟ لا يجوز التهاون بالصلاة،
ولا يجوز التهاون بصلاة الجماعة، فالمسلم يحافظ على دينه ويصلي كل صلاة في وقتها ومع الجماعة. الصلاة فرض والصلاة مع الجماعة واجب، فلا يفرط في أمر دينه. وإذا خسر دينه ماذا يبقى عنده؟ وإذا تساهل فيه فبأي شيء يهتم؟ على المسلم أن يهتم بأمر دينه، لا سيما الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، فإنها عمود الإسلام. نعم، بارك الله فيكم. هذا يزيد من القوعية يقول: ما حكم الثناء على المتوفى وذكر مناقبه بعد وفاته حتى يترحم عليه ويكون حثا للغير على فعل ما فعل هذا المتوفى من أعمال جليلة، هل هذا من النعي المنهي عنه؟ لا، ما هو من النعي المنهي عنه إذا ذكر الميت بمحاسنه وأعماله الصالحة وأثنى عليه بذلك، فهذا ليس من النعي، وإنما هو من التحدث عن فضائل هذا الشخص ومن حث الناس أن يستغفروا له وأن يدعوا له. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل سعيد محمد من أبها يقول: خرجت للبر وحان وقت الصلاة وليس معي ماء، وحولي أناس قد خرجوا أيضا، فهل يجوز لي التيمم أو أن أذهب إلى هؤلاء الناس وأطلب منهم الماء للوضوء؟ إذا كان معهم ماء متوفر فتذهب إليهم وتطلب منهم الماء للوضوء والطهارة. نعم، يسأل بارك الله فيكم يقول: ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يقال في عقوبة المرتد حدا، لأن الحدود كفارات والردة لا يكفرها إلا التوبة منها، لكن ما الجواب عن حديث حد الساحر ضربة بالسيف؟ أولا هذا غلط الكلام هذا. نعم، يقال حد الساحر، حد المرتد، حد الزنا، حد السرقة، لا مانع من ذلك، هذه حدود الله حددها وقدرها سبحانه وتعالى. نعم، نعم، بارك الله فيكم. هذه امرأة نذرت أن تصوم شهرين في كل سنة ثم عجزت عن ذلك، فهل تكفر كفارة يمين عن كل سنة أو مرة واحدة فقط؟ هذه تكفر، إذا عجزت عن النذر تكفر عن يمينها، كفارة النذر كفارة يمين كما ورد، فتكفر كفارة يمين ويكفيها هذا إذا عجزت عن تسديد النذر. نعم، وهل لها أن تطعم 60 مسكينا؟ لا، تكفر كفارة يمين وتكفي. طيب، نعم، نستقبل هذا الاتصال. أبو خالد من المدينة المنورة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. لو تكرمت بسأل عن اللي يربون الأبل، إيه، ويطلقونها سايبة على الطرقات، هل وتعقب حوادث، هل تلزم القبيلة بدفع الدية أم هو يتحملها العاقل، هل هي تتحملها ولا يتحملها هو صاحب الإبل؟ طيب، شكرا يا أبو خالد، تفضل يا شيخ. هذه يرجع فيها إلى المحكمة يا أخي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تشرع البسملة عند قراءتي من منتصف السورة؟ لا، القراءة في أول السورة، البسملة في أول السورة، ولا تشرع في أثناء التلاوة أو أثناء السورة، إلا أنها جاءت في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه، فهي بعض آية في هذه السورة، وما عدا ذلك فهي تكون في أول السورة. نعم، نعم، فضيلة الشيخ صالح، العقيقة إذا تأخرت 2-3 إلى 5 هل تسقط أم لا بد من تنفيذها؟ العقيقة سنة ليست واجبة، إذا فعل ففيها أجر ونفع للمولود، وإذا تركها فليست واجبة. نعم، إذا كان على شخص ديون وله من الناس أيضا ديون لكن يماطلون في سدادها، فهل يعطى من الزكاة ليسدد ديونه؟
إذا كان عاجزا عن تسديد ديونه فيعطى يساعد من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم، من ينشد العفاف ويريد الزواج هل يعطى من الزكاة؟ نعم، العاجز عن الزواج يساعد من الزكاة، لا بأس بذلك. نعم. إذا كان في الطالب النكاح أو الزواج عيب ولكن والده لا يعلم أهل البنت هل يأثم في ذلك؟ نعم. إذا كان الأب يخطب لابنه وبه عيب شرعي هل يخبر أهل البنت أم لا؟ نعم، يبين العيب الذي في المخطوب له ولا يكتم هذا، وهذا من الغش. نعم. بارك الله فيكم. أبو سعد من جدة يقول: بني مسجد جديد بجوار المسجد القديم وبدأوا يصلون في المسجد الجديد، فهل يأخذ المسجد القديم أحكام المسجد من مشروعية تحية المسجد عند دخوله ومن جواز الاعتكاف فيه وغير ذلك؟ المسجد الذي المهجور الذي لا يصلى فيه لا يأخذ أحكام المسجد ولا يعتكف فيه، إنما يعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة. نعم. نعم. أبو صالح من الدمام يقول: أخرجت زكاة مالي ثم تبين أن الذي أخرجته أكثر بكثير من الواجب علي، فهل أحتسب ما زاد عن الواجب زكاة معجلة عن السنة القادمة؟ لا، بعد الدفع ما تحتسبه، ولكن تحتسبه صدقة، تحتسبه صدقة وفيه الأجر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو هشام يقول: هل يشرع للمرأة الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه، أو نقول أن هذا من الأمور المباحة وتركه أفضل؟ لا، تركه ما هو أفضل، فعله أفضل. مسجد قباء يزار ويصلى فيه، وفيه فضل وأجر لمن زاره وصلى فيه من الرجال والنساء. نعم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد من مكة المكرمة، تفضل. السؤال هو: معي علي 5 أيمان، أبغى أشوف أنا إيش أسددها، يعني غير متقدمة. طيب، في موضوع واحد؟ في موضوع واحد بعدة مواضع. طيب، في سؤال ثاني؟ السؤال الثاني: ما حكم الذي يجي يستأجر في أيام الحج إلى مكة، يجي يستأجر قبل الحج ورجع حي؟ يستأجر قبل الحج كيف؟ يستأجر في مكة قبل الحج، إيه؟ ورجع يروح يحج. طيب، والثالث؟ الثالث هو: ما حكم الإنسان الذي جامع زوجته في رمضان؟ شكرا لك، بارك الله فيك. عليه 5 أيمان في عدة مواضع، كيف يكفرها؟ ما ندري وش الأيمان عليه، على شيء واحد أو على أشياء متعددة؟ يقول على عدة مواضع. إن كانت على شيء، إيه؟ إذا كانت على أشياء متعددة فكل يمين له كفارة. نعم. يقول أنه يستأجر قبل الحج منزل وبيت، ثم بعد للحج فيه، ثم بعد الحج يذهب ويعود، يعني استئجاره الحج هذا البيت قبل الحج والمكوث فيه ويحج منه، هل هو يعتبر من أهل مكة؟ إذا كان قادما من خارج مكة يريد الحج فيحرم من الميقات الذي مر به، وإذا تعداه يرجع إليه ويحرم منه. نعم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم من جامع زوجته في شهر رمضان في الصيام؟ يبطل صيامه، عليه القضاء وعليه أيضا الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، الترتيب. نعم. نعم. عبد الله من عنيزة يقول: تعارض عندي بين أن أجمع صلاتي الظهر والعصر في الحرم النبوي ثم أذهب مسافرا إلى بلدي، أو أن أصلي الظهر في المسجد النبوي ثم أذهب إلى قباء وأصلي فيه ثم أذهب إلى بلدي، أيهم أفضل؟ لا بأس بهذا كله، تصلي صلاة الظهر إذا كنت لست من أهل المدينة وإنما أنت قادم على المدينة وأردت أن تعود إلى بلدك،
تصلي يعني بعد الصلاة تسافر تصلي الظهر ثم تجمع معها العصر. أما إذا كنت من أهل المدينة لا، تصلي كل صلاة في وقتها. نعم. يقول السائل أيضا عبد الله من عنيزة: إذا لم يتحقق القسم على الله سبحانه وتعالى هل فيه كفارة يمين؟ ما نوع القسم؟ لازم يذكره لنا صيغته وعلى أي شيء. نعم. طيب نستقبل هذا الاتصال من الأخ علي من عرعر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أحسن الله عليك يا شيخ ومد الله في عمرك على طاعته. جزاك الله خير. سم يا شيخ، ما حكم بيع الصقور بأغلى الأثمان توصل إلى مليون فأكثر؟ طيب والثاني: ماذا يفعل من يستمر بالمعصية ويتوب مع الحلف والمعاهدة ألا يعود ويرجع ويعمل المعصية؟ شكرا لك يا علي، بارك الله فيك. حياك الله. تفضل يا شيخ، ما حكم البيع الصقور بأغلى الأثمان؟ السباع لا تباع، سباع الطيور أو سباع الحيوانات، السبع لا يباع، وإنما هو من الاختصاصات، فإذا تنازل عنه من غير بيع وإنما أعطاه لغيره وغيره كافأه على ذلك فلا بأس. نعم. السؤال الثاني يقول: من يستمر في المعصية ثم يتوب ثم يعود وهكذا، ما وضعه؟ لا ييأس من التوبة، بل يكرر كل ما أذنب يتوب، والله غفور رحيم ولا يقنط من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى الأسئلة. أم عبد الله من الرياض تقول: هل يشرع للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية؟ إذا لم يسمعها أحد من غير محارمها فلا بأس. نعم. نعم. سعيد محمد طالب في الجامعة يقول: أسأل فضيلة الشيخ، هل الأصل في مخالفة أهل الكتاب الوجوب أو الاستحباب؟ الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، من تشبه بقوم فهو منهم، هذا دليل على تحريم التشبه بالكفار، وعلى وجوب ترك التشبه بهم. نعم. نعم. ننتقل إلى سائل آخر بعث بهذه الأسئلة. صالح محمد من الجبيل يقول: هل يجوز أن أخص يوم الجمعة بالصدقة لفضل هذا اليوم؟ لا يخص يوم الجمعة بالصدقة، الصدقة في كل يوم وفي أوقات الحاجة، سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: إذا منع المرأة العذر الشرعي أن تصوم الست من شوال ولم تلحق بذلك، هل لها أن تقضي ذلك في شهر ذي القعدة؟ لا، الست ما تقضى، الست ما تقضى إذا فات شهر شوال. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا يقول: كبير في السن لا يستطيع الصوم لا في رمضان ولا في غيره، وقد أغمي عليه في رمضان الماضي في بعض الأيام، فهل إذا أراد الإطعام يحسب الأيام التي أغمي فيها أو لا؟ نعم، الأيام التي عجز عن صيامها يطعم عنه إذا كان ما يستطيع القضاء، ما يستطيع الأداء ولا يستطيع القضاء، دائما مرضه مزمن أو كبير سن وهرم، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من تبوك يقول: صليت الظهر لوحدي في المسجد، ولما كنت في التشهد الأخير دخل جماعة وصلوا وحدهم، فهل الأفضل أن أنوي ما بقي من صلاتي نفلا أو أن أقطعها وألتحق بهم؟ لا تقطعها، كملها على أنها نفل وتلحق بهم وتؤدي معهم الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صالح محمد من الجوف: إذا كان الإنسان مسافرا ومعه زوجته، هل يلزمه الأذان عند دخول وقت الصلاة؟
نعم يصلي لو كان منفردا في السفر وفي البر ولا معه أحد يصلي يؤذن، وهذا مستحب وليس واجبا لكنه أفضل، يؤذن ويقيم الصلاة. نعم نعم. كيف تصف المرأة مع الزوج في الصلاة؟ تصف معه أو خلفه. نعم. طيب أبو ماهر من المدينة المنورة، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أقول فضيلة الشيخ. نعم. أنا أحيانا يجيني شخص وكذا يبغى ما عليه. إحنا من الناس المحتاجين في شهر سبعة أو في شهر ثمانية، وهو في حاجة إلى مبلغ 5000 ريال، هل يجوز إني أعطيها المبلغ وأنوي لي أنا من الزكاة؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، في رجل عندي مبلغ له لغرض البيع والشراء، وهو في أحد عياله محتاج، هل يجوز أني أعطي عياله من الزكاة مال أبي؟ طيب شكرا لك. لا. تفضل الشيخ. يقول أنه هل تعجيل الزكاة في شهر سبعة أو شهر ثمانية لمن يطلبها قبل رمضان وهو محتاج؟ لا بأس بذلك، يجوز تعجيل الزكاة لا سيما في وقت الحاجة إليها، يجوز. نعم. عنده مبلغ لرجل وله أولاد محتاجين، هل يعطيهم بنية الزكاة؟ لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس. نعم. صالح اليحيى من الدمام يقول، رجل أعطى ولده مبلغا من المال دون إخوانه وقال له إذا لم توفي هذا المبلغ سيكون على حساب ميراثك مني، يعني إذا توفيت يخصم منك من حقك من الورث، ما صحت ذلك؟ لا، هذه الوصية لا تصح، ولكن يطلب منه السداد يسدد له ولا يخص دون إخوانه، فيطلب منه السداد الذي أقرضه. نعم. أبو ماجد من جدة يقول، إذا ورد الشيء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع لي فعله؟ نعم، الاقتداء بالصحابة فيه فضل وفيه خير. نعم. هل هناك صلاة مشروعة عند القدوم من السفر والوصول إلى البلد؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول أبو علي، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم الخطبة على صلاة الاستسقاء، فهل يشرع له أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر كما يفعل في الجمعة؟ ورد، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم الخطبة على صلاة الاستسقاء. لا أعرف ذلك. لا أعرف ذلك. طيب. معروف أن صلاة أن الخطبة بعد صلاة الاستسقاء، يصلي ركعتين ثم يقوم بالخطبة والدعاء والاستغفار. نعم. يقول سعيد محمد من أبها، قمت بكفالة شخص عليه مبلغ من المال، فهل يلزمني أن أؤدي عنه هذه الكفالة من الزكاة، من زكاة مالي؟ لا، ما تؤديها من زكاة مالك، تكفلت والكفيل يدفع. إن كنت كفيلا غارما فإنك تدفعها من مالك، وإن كنت كفيل بدن فقط تحضره فلا. نعم، لا تدفعها من مالك، تحضره خلاص. نعم. نعم. الأخ سعد من بيشة، حياك الله. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. والدي يا شيخ شهد على أرض زور، ما العمل؟ سؤال آخر. شكرا. شكرا لك، حياك الله. تفضل يا شيخ. والده موجود. والله في كلا الحالتين، والده إذا كان شاهد زور يروح يبلغ القاضي أن شهادته شهادة زور من أجل ينقض الحكم الذي بناه عليها. نعم، بارك الله فيكم.
نعود إلى الأسئلة أيضا. هذا يقول: شخص خارج بلده ووكل شخصا أن يخرج عنه زكاة الفطر في رمضان الماضي، ولكن هذا الموكل تأخر عنها إلى نهاية شهر شوال، ما صحة ذلك؟ يجب عليه إخراجها ولو تأخرت، يجب عليه إخراجها. نعم نعم. جاء من السفر وقبل أن يصل إلى بلده بنحو نصف ساعة على أذان صلاة المغرب، وقف حتى إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، علما أن وقوفه لأجل أن يترخص بالجمع فقط. ليس له جمع إذا وصل إلى بلده، فليس له جمع، انتهى السفر، يصلي كل صلاة في وقتها ومع الجماعة. نعم نعم. هذه سائلة تقول: امرأة شاركت زوجها في بناء بيتهما وتأثيثه، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة أن تعطي أم زوجها نصيبها من التركة، فكيف تصنع علما أن الزوجة لا تدري كم دفعت؟ هذه تروح للقاضي، تروح للقاضي وتثبت هذا عند القاضي. نعم نعم. أبو هيثم يقول: إذا صليت النافلة جالسا فهل يلزمني الركوع والسجود كحال القيام، أو يجوز أن أومي بالركوع والسجود فقط؟ إذا صليت النافلة وأنت جالس تومي بالركوع والسجود، وتجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. نعم. أبو عمر من القيصومة يقول: أفعل الطاعة وأغفل عن النية، حيث أني دائما أعمل الطاعة بغير نية، هل تحسب لي وتكون في موازين حسناتي؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعمل لا يصح إلا بنية. نعم. إذا أعطاني رجل زكاته لأوزعها وكنت بحاجة ماسة لبعض المال، هل يجوز لي أن أخذ من هذه الزكاة، وهل أعتبر من أهل الزكاة؟ لا، أنت أمين، والأمين لا يأخذ لنفسه شيئا إلا إذا أذن لك صاحب الزكاة، قل له إني محتاج فهل أخذ منها، فإذا أذن لك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. أم صالح من الرياض تقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هل يشمل ذلك لو أرادت الذهاب إلى المسجد لحضور درس أو محاضرة أو قراءة قرآن أو دراسة القرآن؟ نعم، إذا لم يترتب على هذا تفريط في حق الزوج أو حق الأولاد، ما يترتب عليه ضرر، فلا يمنعها من ذلك. نعم نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال. أبو سالم من جدة، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام. لو سمحت عندي سؤال، عندي السؤال الأول: لو جيت أختم القرآن للوالدة، الوالدة متوفية بنية الوالدة، هل يوصل الأجر لها؟ طيب، والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني: عندي أخوي راح مكة هو وزوجته وثنتين خواتي، يوم سووا العمرة نسوا ما يقصرون وروحوا، يوم روحوا أخوي متزوج ويجامع زوجته، هل يؤثم؟ أو يعني نبغى إفادة منكم، جزاك الله خير. طيب، شكرا يا أبو سالم، بارك الله فيك. أختم القرآن بنية الوالدة، هذا ما ورد، هذا ما ورد فيه دليل. نعم. يقول: ذهب إلى مكة لأداء العمرة ومعه زوجته وأخواته، ولكنه لم يقصر وعاد إلى جدة وأيضا جامع زوجته، ماذا عليه؟ عليه أن يقصر في أي مكان، في جدة أو في غيره، وأما أنه جامع قبل التقصير فإنه أخطأ في هذا ويكون عليه فدية. نعم. يقول بارك الله فيكم محمد يحيى، يقول: يوجد من بعض الشباب من يحاكي بعض الموضات من خارج المملكة أو من الغرب بتحديدا، وهي لا تتناسب مع عقيدتنا ومع ديننا الإسلامي، فما توجيهكم؟ نعم. يقول: يوجد بعض الشباب
من يحاكي بعض الموضات وبعض الأمور وبعض القصص القصص للشعر من خارج المملكة، يقصد يعني من الغرب، ما حكم ذلك وهذا التقليد الأعمى؟ لا يجوز التشبه بالكفار، لا يجوز التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالكفار حرام، لا يتشبه بهم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ صالح وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي أجاب عن أسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحدود، وأن يحفظنا من كل شر، ويحفظ ولاة أمرنا وعلمائنا وبلادنا وجميع أهلنا، إنه على كل شيء قدير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه تحية من الأخ معجب بن حمد الدوسري مخرج هذا الحلقة وكافة الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.